توم وجير الناريين أتوا إلى هنا. 100% أنا جير الناري وأنا توم القط الناري. هذا هو كوكبنا كما تشاهدون، الكوكب الناري. وهذا أنا وهذا أنا. نحن اليوم نتحدى أحمد البطل، بطل الأبطال اللي متواجد في هذا الكوكب اللي احنا امامه الآن، واحنا بنحكي له تعال انت وكل الأبطال اللي معاك ادخل في هذا البوابة الأسطورية والخرافية. 100% انا جيري جيري، وانا اتحدى ايضا احمد البطل. تعال يا احمد انت واقوى محاربيك. نحن بانتظارك. بوم! اهلا وسهلا بكم يا جميلين. قلتولي توم وجيري الناريين، ها؟ ايه، ليش تتعبل علينا احمد البطل؟ ليش؟ لانه انا اليوم رح اخليك تموتوا من الضحك. انا ما رح اجيب اقوى اعضاء فريقي، انا رح اجيب اكثر 3 اعضاء من فريقي مشاكسين جدا جدا جدا. زهرو الكركور دودو تقدموا. آوي وي. اهلا وسهلا، استنى شوية. 1 2 وانصدقك الثالث. يا بابا بالمرحاض بسوي بيبي. قرف اللي يقرفك يا زعرور. هذا الكوكب كوكب مين يا بابا؟ شوف على اليمين بتشوف هذا الفاشل اللي هو جير الناري، على اليسار بتشوف توم الفاشل. هي ليش تستعينوا فينا مثل هيك؟ ليش؟ لانكم انتوا فاشلين جدا جدا. هي طيب شو نسوي؟ والله بابا شو نسوي؟ في بوابة عندهم لازم انتوا تدخلوها. لعبتي الصغيرة يا بابا، لعبتي الصغيرة. اين انا رايح؟ روحوا روحوا، وانا الان رح اكون مرتاح لانه زعرور وكركور دودو هم رح يتكفلوا في باقي الاشياء. يلا خلينا احنا الان بدنا نقفز في هاي البوابة. وينو وينو دودو؟ شكله على الاخر بطن بوجعه. هين انا جيت. اي دودو وصل. يلا يا دودو، هذول الاغبياء قاعدين بيتحدونا. هي يا دولة ليش بتفلوا علينا يا جيري؟ خلاص الان رح احنا نربيها من اول جديد. ايه دودو كركور يلا وراي، خلينا ننزل. وي وي. ايه انا الفأر الابيض يا زعرور. انا الاسود. هاي قطة قادمة. انا اللون البني. اقربوا. احنا وين؟ احنا وين؟ احنا بمنزل توم وجيري. خلينا انا بدي استخبئ تحت الكنبة يا ماما. والله ان انا خايف كتير كتير كتير. وانا كمان والله يا زعرور. هاي شو بدنا نسوي؟ لازم نهرب، لازم نبحث عن هذا المكان وعن جميع القطط. احنا بمنزل توم وجيري والقطط في كل مكان. هاي الصعوبة قاعدة بتزداد. والله الصعوبة قاعدة بتزداد. هينا انا طلعت فوق هذا الحذاء الجليدي، انا بدي ابعد عن القطط. هيا شكلها القطط تطلع لي. لا 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 لا. انا قلب نص قلب نص. اقرب يا بغل. هينا انا لقيت شيء مثل الحقيبة. هاي حقيبة، هاي حقيبة، بس مش عارف مش قادر اخذها لانه ما في معاي انا اي جبنة. شو هاد؟ انت جاي على انك فقر؟ نعم انا نصف قلب يا عالم. هيوان جبنة. هينا اكلت الجبنة. والله اشي جدا غريب. هذا القط توم هي بطارت فيه
واي اخذت انا هذا الزنبرك عشان انا اقفزه قفزات عالية. ايش هذا الاشي؟ اشي مش طبيعي. طلعوا انا شو لقيت؟ انا لقيت هذا البالون، انا بقدر اطير. ياي هذا البالون بدي اياه يطلعني على سلك الكهرباء هذا اللي موجود هون. خلاص نزلني هون. ممتاز ممتاز، الان القطط ما راح تطلع لي. اللي ما بتعرفوه احنا معانا 3 أو 4 محاولات. 4 محاولات يا زعرور. والله عارف، خليني انا بدي اطمن على الوضع. القطط قاعدين بينتظروا فيي. اي والله اشي صعب، والله جد اشي صعب كثير. انا نصف قلب ما بدي اسقط، انا بس بدي اهرب. يا لهوي، هاي في هون حذاء، خليني اخذ الحذاء. انتبه يا زعرور. ها سبيد سبيد سبيد، هيني انا باقصى سرعة لدي وهي القطط قاعدة بتطاردني. زعرور صارت صعوبة هارد. لا مسكوني اول مرة، انا لازم اني ادخل في غرفة الفئران هاي الموجودة هون. هيني انا دخلت. واو طلع وين انا؟ انا فوق المطبخ، انتو شايفين الان ما في ولا اي قطة موجودة هون. ياي والله اشي رائع. هاي القطط مسكوني انا ودودو. هاي والله اشي صعب، والله جاد اشي صعب كثير. حاليا انا اطلع وين متواجد. هاي انا خسرت 4 مرات. خسارة، طلعوا القطة اجتني، صارت صعوبة ماكس، صارت صعوبة مش طبيعية. ويا القطة لازم اظني انا محاصرة. طلعوا انا الان موجود هون، بتجي هون بروح اجال ثانية والعكس صحيح. مياو لا مسكتني، قفزت علي القطة. خليني انا اجرب اني اخذ الزنبرك هذا وهذا. خليني انا الان اقفز، دا اطلع انا على الطابق العلوي زي ما شايفين. اي صاروا سريعين كتير يا زعرور، عشان هيك والله شايف صاروا كتير سريعين. لازم الاقي مكان استخوي فيه، لازم الاقي مكان اهرب فيه. ماما ها هذه الحقيبة ما بقدر اني انا اخذها، لسه لفلي قليل جدا. هيني انا ودود مسكنا، انا لحد الان موجود بداخل هذا المكان. يا رب ما يمسكوني، يا رب انهم ما يمسكوني، انا خايف. انا الان محاصر من جميع الجبهات. او ابتعدي عني يا قطة، انا محاصر من جميع الجبهات بسبب انا خسرت. لكن وين طلعوني هذول؟ زعرور هيو هذا انا، هذا انا، هذا انا كمان. يلا الان لازم نفوز احنا. طيب طيب هي القطط ورانا، اقربوا يا اصدقاء اقربوا. هينا ما نبقى احنا 3 مع بعض. ماشي يلا خليكم معايا، هاي في هون بالون، خذوا كل الاشياء اللي احنا بنحتاجها. طيب ماشي. احنا بالحديقة الخارجية من المنزل تبع توم وجيري. نعم يمكن تلاقوا الكلب سبايك، انتبهوا يا اصدقاء. شو هذا؟ انا تعبت. وانا كمان، خليني ما بقدر ادخل انا هون، بس انا رح ادخلها بطريقتي. يا سلام، هاي المكان محاصر، انتباه انتباه. يا حبيبي هاي انا وكركور مع بعض الان. هاي انا داجيكو، هاي دودو كمان يجي معانا. شكلهم بدهم يطلعونا. هاي لازم انا اهرب. انا بضرب فيي. اهرب يا دودو يا مسكين، شايفين وين انا طلعت؟ يا رب طلعوني على هذا المكان وما اسقط. اهرب، خليني اخذ انا هاي. شو هذا؟ شو هذا؟ مش عارف، القطط محاصريننا بكل مكان. زعرور انتبه.
عيني انا باكل في الجبنة والقطط وراي، ما بعرف متى احنا بدنا نفتح منهم هذولا القطط الاشرار توم وجيري الناريين، انا رح احاسبهم على طريقة الخاصة. بس ولا كلمة، الان القطط بتطارد في كركور. يا لهوي يا لهوي، انا قلب واحد ما بقدر انافسهم ابدا، وايهون في قطة فانا رح اسوي زيك. طلعوني طلعوني للاعلى، طلعوني للاعلى، يا سلام عليكم، شكرا شكرا على المساعدة. هيني يا زعرور هيني، انت باكر كور دير بالك تنزل للاسفل، والله انه اصعب تحدي بشوفه بحياتي. هاي انت التنين مع بعض، انا لوحدي. تستاهل يا دودو تستاهل، خليني انا اركض. زعرور انا بطيء تعبت بدي جبنة، كركور وانا كمان بدي جبنة، هيني بالف، لازم نبقى اطول فترة ممكنة بدون القطاط، واحنا نهرب من القطاط. هيني قاعد انا بصعد، هيني صعدت انا على هذا المكان العالي الرائع جدا جدا، والان مستحيل اي قط او اي قطة يمسكوني، انا مسكت، وانا بقدر ابقى هون 10 سنوات. يلا خلينا ابقى انا هون يا قططي يا قططي، ما رح تقدروا. اي كركر يلا. اتوقع هيك كفاية، اتهبلت على القطط انا كتير كتير كتير، فشو رأيكم الان يا كركور يا دودو نطلع على الخزينة؟ يلا طيب شو بتستنى؟ يلا تعال وراي ليتس جو. يلا وين احنا؟ طلعنا الان على الروف على الخزين زي ما انت شايفين. انا خايف كتير من القطط، طلع هذا المكان كيف متسخ يا زعرور. والله يا كركور انا شايف هاي قطة بدي اهرب من القطط، انا والله لا اذبح كل القطط، خليني بس ابعد، رح افوز على الغبي اللي اسمه توم والغبي اللي اسمه جيري، واقفز انا هون ومستحيل اي احد يجيني. هاي والله انه تحدي صعب والله العظيم. والله يا كركور معك حق، لكن انا لا اول رح شلته على الفاضي، طلع هوني وموقعين الكانديز. هيني هيني يا زعرور، تعال 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 معاي. هاي شو هذا؟ والله ايش خطير. يلا 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 يا دودو، خلينا انا وانت نهرب من القطط. لا 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 انتبه، شباك عنكبوت. نعم تعال معاي، خلينا نجي على شباك العنكبوت، هذا امر جدا رائع. شو هذا؟ انتبه انتبه انتبه، هاي زيك. لا والله امر صعب، شباك العنكبوت جدا خطير. هاي يا شباب، بقدر احكي لكم اني قتلت قطة، تخيلوا قطة شرير قتلتها انا. يا سلام عليك، القطط جدا اشرار هون، وعادي احنا نقتل القطط الشريرة. نعم 100%. يلا 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 يلا، احنا الان يا حبيبي من حماي القطة مسكتني. ايش هاي الاجنحة؟ ايش هذا الاجنحة؟ بعد عني يا قطة البرتقالي انت، خلينا اخذ الاجنحة. هاي انا متحاصر متحاصر من جميع الجبهات، ومش عارف شو بدي اسوي. لا 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 لا، اي لا، ضايل لي روح واحدة، انا لازم ان الان انتبه انتباه كامل. والله صح زعرور، لازم الواحد يظل مركز. هاي والله انا خايف. اي والله انا بقولكو لازم الواحد يركز وانا مش مركز. هاي هيني يا زعرور، انا هيني يا صديقي، بس انا عالق بالشباك العنكبوتية، وكمان هذول القطط عالقين بالشباك العنكبوتية. بدي بعد، انا بدي بعد بعد بعد، ولا تقرب على هذا المكان. هي يا اصدقاء، لحد الان احنا مش خسرانين، تعالوا معاي، باقي مكان واحد غرفة النوم. يلا طيب خلينا نروح. هي كركور تعال وراي، هيني انا قدامك الان، تعال ليتس جو. وين احنا الان؟ اجينا على غرفة النوم.
والله هاي الغرفة حلوة. نعم والله رائعة جدا، هاي فيوني خنزير ماينكرافت لكن فوقي قطة. والله شي خطير ومرعب، وكمان الغرفة هاي صغيرة ومليئة بالقطط. والله يا كركور خلينا انا اجي هوانا زي ما انت شايفين، خلينا ادخل هوانا، ما في اي اشي بساعد اني انا طلعت زي هيك، خلاص انا علقت في الشباك العنكبوتية. هاي خلينا نبعد عن هذا المكان، بدنا نطلع ننفوز عليهم. يا كركور هذا اخر مكان وخلص، بعدين احنا رح نكون فزنا على القطط كلياتها. هين اخذت انا هذا الاشي الرائع والجميل، خلينا اشوف كمان. والله مكان اسطوري، القطط مش لقيتنا ابدا ابدا. والله يا دودو خلينا انا ادخل في حجر الفئران. الجبنة لذيذة، وين انا جيت هون؟ والله يا زعرور الشي فاخر على الاخر. بدأت الصعوبة تزداد، شايفين صارت ميديوم. والله انه اشي جد صعب، بدأت الصعوبة كتير تزداد. هيني انا موجود فوق والقطط قاعدة يعني بتبكي لانها مش قادرة انها تجيني. والله يا زعرور انك مصيبة، انت مصيبة كبيرة. فانا بجي هون بتأكد في شي اي اشي. اي 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 خلينا بعد، انا لازمني جبنه، بتدمج بدي جبنه. اي 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 لازم ابعد بدي جبنه، لازم ابعد. اي متى بدنا نفوز؟ متى كركور؟ كمان 10 ثواني. هي والله الامر جدا خطير، انا لازم انا انسحب، لازم اركض وانسحب. والله شيء خطير، والله انه شيء خطير جدا. انا قلبين بدي جبنه، خلاص خليني اجي انا هون. ممتاز، هذا المكان افضل مكان، وما في حدا بيقدر يجيني ويوصلني انا هون ابدا ابدا ابدا. هي كركور، هي دودو، متى رح ننتقل؟ بعد 4 دقائق. شو 4 دقائق؟ بتهبل يا دودو، اقصد بعد 4 ثواني. ممتاز، يلا 4 3 2 1 يلا. وين رجعنا لهذا المكان؟ هي يلا نقضى عليهم. يلا يا زعرور روح فرجينا العبنا ريفي يوم. ما عليك، هو هي مرحبا توم، مرحبا جيري، يلا بدي افجر الكوكب هذا بالكامل. هي لا ايش مضحك، تم قضاء على كوكب هذول الاثنين الاغبياء توم وجيري بنجاح. بابا عرفت انت مين تعطي هذه المهمة؟ يا سلام يا سلام، لامة رائع.